طلع خلينا نتكلم عن بشر. إيه؟ شخصين، صديقين، زوجين، أختين، وثقوا في بعض، جاء واحد من الأطراف بسبب أو بآخر فرط في هذه الثقة، وقعت. ما نقول لك كيف. الآن الطرف الأول يبغى يرجع أو يجدد ثقته في الطرف الثاني، كيف؟ وخصوصا تقول مثلا زي علاقة مستدامة، مثلا زي أخوين أو مثلا صديقين، كيف نقدر نرجع مثل هذه العلاقة وهذه الثقة؟ أنا أقول هي على حسب الموقف. والأمر الثاني يا أخ، يعني واحد يعني يتغاب أو يعفو الزلل، يعفو عن الزلل، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حتى في غزوة بدر أحد الصحابة اللي يعني خبر الجهة الأخرى وأعطاهم بالخطة وكذا، الرسول عفى عنه. فأنا أقول إنه الإنسان مهما كان لا يصل إنه يبغى المثالية الدائمة، إنه ما في حد بيخطئ أو ما في حد بيزعل عليه، لا سامح. بس أنا أقول على حسب الموقف، ما أدري شو الموقف، يكون موقف قوي جدا يعني يجعل الشخص إنه يصير الثقة كلها زي المزهرية تنكسر وخلاص ما ترجع. لا أكون معك صريح، يعني شو، أنا جبت مزهرية الحين، ها أنا ما بكون مثالي، لا بس ما حقول المزهرية ولا المزهرية. خلاص جبنا الخزنة وحللناها، لا جد والله ما بكون مثالي شوي، خلنا واقعيين أكثر. يعني احنا مو عشان الواحد احيانا في برنامج يقعد يجي يقول مثلا يحاول يجيب افضل شيء، لا انا اتكلم حتى على المستوى الشخصي. وما اتوقع كثير من المشاهدين يعني ممكن يعني جزء منهم كبير يوافقني الراي في هذا الشيء، اللي هو ترى بعض الناس، ما انا من ضمنهم اتوقع، لو انكسرت عندي الثقه مهما رجعت لن تعود مثل الاول. ما عندي مشكله يعني لو فلان ادمي والله انا حاتم اثق فيه في امور معينه كذا كذا كذا، يعني حتى بعض الشباب ترى ممكن يجيب كذا كلمات يعني طعني او خانني او قال كذا، مهما كان اعتذر او خطا واحد لو كان كبير، يعني نتكلم على حاجه يعني جامده، انا في الاخير اتمنت على شيء او وثقت في شيء معين، في الاخير ما كان محل الثقه. مهما عاد سبحان الله، وعندي تجارب من زملاء واصحاب واصدقاء عادوا والله الامانه يعني عفونا وصبحنا وكذا، لكن ما عاد مكانته الاولى، نفسي فيه منه شيء ما نعرف ليش. اتكلم شخصيا فاتوقع انه كثير، حتى لو هذا يخليك يكون ارائهم، انا في الوسمه اشوف انه هل بالفعل تعود الثقه؟ يعني مين اللي يقول لي والله مره ثانيه خليه تعود، او اللي يقول لا والله اعذرني ما تعود زي اول؟ هو شوف نعم، هي شوف بعض الاخطاء تكون كبيره جدا، وهناك شيء اسمه ادب الكره او ادب الاختلاف. يعني مثلا شوف، مثلا خلنا نشوف سيره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع وحشي بن حرب اللي قتل عمه، لما جاء واسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقبل إسلامك لكن عيني لا تراك. يا سلام. ليه؟ عشان ما يتجدد الجرح ويتذكر موت عمه. فأحيانا ترى بعض الأخطاء كبيرة جدا، ولكن هناك فيه يعني أدب للاختلاف وأدب للكره وأدب للتعاطي مع اللي لا توده. ما نقول الكره إن شاء الله، إن ما نوصل إلى حد الكره، لكن نصل إلى عدم الود. يعني أنا ما أميل لك ولا أودك لكني ما أكرهك، لكن مثلا في بعض الأخطاء أنا ما أتقبلها منك يا أخي، خطأ كبير جدا، يعطيك العافية شكرا أنك اعتذرت، لكن أنا لا يمكن أعود مثل أتوقع من الأداب أنك ما تغتابه يعني في مجالس تقول والله فلان هو سوى كذا، هذا من ضمن الأداب. من الأداب ممكن تدعو له، لكن أنا زي ما قلت أنت الحين مثلا ما تبغى ما ترجع العلاقة مثل أول. جميل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.